أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمو. النهاردة هنعمل مع بعض البقلاوة. الأول هنحضر المكسرات، بنحط المكسرات اللي احنا عايزينها وجوز هند وزبيب لو حبيتم، بنقلبهم وبنخلط معاهم معلقتين سكر وحوالي 3 معالق عسل نحل، بنقلبهم كويس. وبعدين بنعمل الشربة أو الشيرة أو القطر، بنحط كوبايتين سكر وكوباية مية وبيغلوا على النار، ونقطتين ثلاثة عصير لو، وبنسيبهم يغلوا حوالي 10 دقايق. الجلاش بنجيبه بنحتفظ بيه تحت فوطة أو قماشة نظيفة عشان يفضل طري وإحنا بنشتغل. بنفرد الجلاش قدامنا، بنحط عليه بالفرشة زبدة ما نكترش، بنفرد بعد كده الحشوة، وبعدين بنلفه بنعمل بيه رول وبنرصه في صينية. بعد ما بنخلص لف كل الجلاش بندهنه من على الوش بالزبدة السايحة. بعد كده بندخله الفرن حوالي من 20-25 دقيقة على درجة 180، وأول ما بيخرج من الفرن بنرش عليه على طول الشربات وهو بارد. وبالهنا والشفا. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، ورمضان كريم.